مرضى قرحة المعدة جوج الأنواع، كاين النوع اللي كيسمح له كنسمحوا له كأطباء بالصيام، وكاين النوع اللي ممنوع عليه الصيام. الوغ النوع اللي ممنوع عليه الصيام هو اللي كيعاني من مجموعة ديال الأعراض، على سبيل المثال إما الحرقة المعدة، يعني مثلا هذاك الحموضة اللي كتطلع، دوك هذوك الأشخاص فما يمكنش يصوموا لأن ملي كتطلع هذيك الحرقة فإلفو لكالمي بواحد نوع من الأمبونسمون غاستريك. الأشخاص اللي بيان سور عندهم أناميغريزما ولا واحد النحافة اللي هي مصاحبة لهاد قرحة المعدة فإيكالمون كنمنعو عليهم الصيام. مي بالنسبة للأشخاص اللي كيقدرو يتحكمو في الأعراض ديالهم وكياخدو الدواء ديالهم مع السحور مع الفطور وكيقدرو يواصلو الصيام ديالهم، فهادوك ممكن بأن يصوموا الشهر الفضيل، لأن كيف ما كنعرفو فصوموا تصحوا، يعني كاين واحد الحالات ديال القولون العصبي والحالات ديال أمراض الجهاز الهضمي اللي كتحسن بالصيام.